اشرحي لنا هذا الوضع حتى وإن لم تلتقطي بعض من الاضطرابات، كيف هو الحال؟ نعم، في تمام الساعة 5 من مساء هذا اليوم تقريبا كان هنالك المؤتمر الختامي الذي لخص هذه الجولة للرئيس الخارجية الأمريكية بلينكين في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل، والذي أكد فيه ووضح فيه ما طرحه سواء في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أمس واليوم في لقاءات متتالية ومع نظيره هنا وهناك والعديد من القادة والإسرائيليين وشخوص ورجال أعمال من الشخصيات المدنية والسياسية في إسرائيل وفي الضفة الغربية. أكد على ضرورة تهدئة الأوضاع والوصول إلى السلام والعودة إلى المفاوضات، وأن الحل يكون فقط بحل الدولتين. رأى محللون فلسطينيون أن هذه الزيارة لم تكن كما هو متوقع، وأن سقف التوقعات من خلال هذه الزيارة قد انخفض لدى الفلسطينيين، وذلك بسبب الانحياز الواضح من التصريحات الأمريكية اتجاه إسرائيل، والتي بدأها بلينكين منذ بداية زيارة ووصوله إلى إسرائيل بشجب وإدانة عملية القتل الذي أسفرت عن قتل 7 مستوطنين في مستوطنة في بيت حنينة الأسبوع هذا أو الأسبوع الماضي. كما نتحدث أيضا أن لم يكن هنالك أي شجب أو إدانة من قبله على ما حدث من مجزرة كما وصفها الفلسطينيون في جنين، والتي أسفرت في ذات اليوم عن ارتقاء 10 شهداء فلسطينيين. الحكومة الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية أكدت أن لا حل للدولتين دون الاتفاق على أساسيات القضية الفلسطينية، ومنها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود حزيران عام 67، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم الاستاتيكو، وهو الحال المسجد الأقصى والمقدسات جميعها الإسلامية كانت أو مسيحية، وحتى أيضا استرجاع أموال المقاصة وتحسين ظروف الأسرى داخل سجون الاحتلال. إلا أن بلينكين في تصريحاته كان يؤكد عادة وخلال لقاءاته الإسرائيلية بأن هنالك علاقات وطيدة تجمع ما بين الدولتين الديمقراطيتين وهي أمريكا وإسرائيل، وأن واشنطن تنوي لعب هذا الدور في إعادتها إلى الواجهة بعد ركود وجمود في العلاقات ما بين الإدارة الأمريكية مع جو بايدن والحكومة الإسرائيلية السابقة. اليوم عودة اليمين المتطرف على أرض الواقع في الوقت الذي كانت تستمع فيه إلى يعني تصريحات بلينكين بأن يجب على الحكومة الإسرائيلية أيضا اتخاذ التدابير لوقف وتهدئة الأوضاع، كانت تحاول تمرير قوانين لسحب جنسية وإقامة فلسطينيين من مدينة القدس والداخل المحتل أو حتى إبعادهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. لربما كل هذه التصريحات على أرض الواقع ترجمتها جاءت مغايرة، وهو ما حدث في مدينة القدس صبيحة هذا اليوم، وهو إضراب شامل عما بلدة جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى المبارك حيث نتواجد الآن، وهنالك كان تنديدا بقرارات وعمليات الهدم المستمرة. نتحدث أن منذ بداية هذا العام 30 شهيد ارتقوا نتيجة إصابتهم برصاص الاحتلال الإسرائيلي سواء في القدس أو الضفة، أيضا عن استمرار عمليات الهدم التي زادت على 25 هدم منشأة سكنية كانت أو غير سكنية في مدينة القدس. اليوم أهالي القدس أخذوا هذه الخطوة ونددوا بكل هذه الإجراءات، فعم الإضراب الشامل. نتحدث أيضا عن تعزيزات عسكرية في مدينة القدس، والتي كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن أنه سيخفف من هذه التعزيزات تزامنا مع هذه الزيارة، ولكن هذا مجرد تصريحات على وسائل الإعلام الإسرائيلية. على أرض الواقع يعني منذ سلوكي وحتى وصولي لهذا المكان مركبات شرطية تنتشر بكثرة في أحياء وبلدات مقدسية، عدا عن الحواجز التي تضعها قوات الاحتلال ما بين شوارع وضواحي المدينة. المواجهات على أشدها في مختلف ضواحي مدينة القدس، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وهما يغير الوضع التاريخي القائم مستمر حتى هذا اليوم، مع أن بلينكين كان في تصريحاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد على احترام الأوضاع القائمة والتاريخية وعلى حرية العبادة في المسجد الأقصى، إلا أن وزير الأمن القومي إتمار بن غفير يستمر في تحريضه على الفلسطينيين، واستمرار هذه الأعمال من قبل الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية. نعم.